السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. تواصلت اليوم فعاليات بطولة العالم العسكرية الثامنة للغولف التي تنظمها قوة دفاع البحرين وسط منافسة شديدة بين محترفي اللعبة بمشاركة 15 دولة. وتشتمل البطولة على 4 جولات تقام على مدى 4 أيام، حيث يتم من خلالها إجراء تصفية نهائية لاختيار الفرق المتنافسة على المراكز المتقدمة حتى اليوم النهائي للبطولة للمنافسة على كأس البطولة. هذا وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية منافسات اليوم الأول على مستوى الفرق، بينما تصدرت منافسات الفردية اللاعب البحريني عبد الله سلطان الحكم. حققت لاعبات منتخبنا الوطني للسيدات المركز الثاني في البطولة الخليجية الثالثة للكرة الطائرة، وتمكنت لاعبات الأحمر من الفوز على المنتخب الإماراتي الشقيق في المباراة الختامية ب3 أشواط دون مقابل. ورغم خسارة المنتخب الإماراتي في المباراة، إلا أنه استطاع الحفاظ على لقبه للنسخة الثالثة على التوالي بفارق نقاط الأشواط. وشهدت مراسم وتتويج حضور رئيس اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة في مجلس التعاون الشيخ يوسف العبد الله الصباح والشيخ علي بن محمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، والشيخة حياة بنت عبد العزيز الخليفة رئيسة لجنة رياضة المرأة البحرينية في اللجنة الأولمبية البحرينية. استطاع منتخبنا الوطني لكرة اليد للتفوق على نظيره التايلاندية صاحب الأرض والجمهور في ثاني محطات مشواره للمنافسة على اللقب الآسيوي في لعبة كرة اليد الشاطئية، وذلك بنتيجة شوطين مقابل دون مقابل. وذلك في اللقاء الذي جرى بين المنتخبين على ساحل كارونا في جزيرة بوكيت التايلاندية. وأنهى منتخبنا الوطني الشوط الأول لصالحه ب21 هدفا مقابل 9 أهداف قبل أن يكرر الفوز في الشوط الثاني من المواجهة التي أقيمت بين الفريقين. يذكر أن منتخبنا الوطني يلعب في المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية الرابعة للألعاب الشاطئية وهو يتصدر حتى الآن. من جهتها لعبت منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية أولى منافساتها في البطولة الآسيوية، وخسر منتخبنا الوطني ألف والذي يمثله كل من حسن عقيل وعلي مرهون، خسر من المنتخب الياباني بشوطين دون مقابل، فيما خسر منتخبنا الوطني باء والمتكون من صادق عبد المحسن ومحمد حماد من المنتخب القطري بشوط مقابل شوطين. تلقى منتخبنا الوطني لكرة القدم خسارته الأولى في بطولة كأس الخليج 22، وذلك بعدما فشل في تجاوز أصحاب الأرض المنتخب السعودي وخسر أمامه بلا شيء مقابل 3 أهداف، لتكون بذلك المواجهة الأخيرة للمدرب العراقي عدنان حمد والذي تمت إقالته مساء اليوم من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم.